تعالوا شوفوا مثلا شباب أنجزوا في الشرقية عملوا حاجة، فشوفوا حصل لهم ايه. احنا مجموعة شباب، يعني كل واحد فينا حط اللي قدامه واللي وراه في المكان دوت. انا واحد من الناس بعت عربيتي قبل ما المكان دوت يفتح، يعني في زنقة فلوس عشان خاطر يعني امشي الموضوع. قبل ما احط جنيه في المكان انا رحت سألت على ترخيص المكان، رحت سألتك للحي، كان محمد بيه فوزي رئيس الحي، ورحنا له قلنا له يا فندم احنا عايزين نأجر المكان دوت، وضعه ايه؟ قال لي الوضع سليم وكل حاجه. رحنا ساعتها للري قلنا الارض ملكيتها سليمه وضعها سليم، يعني نشتغل؟ قال لك اشتغلت تمام. مش اشتغلنا احنا اربع افراد شركاء في الارض دي، اربعه جمعنا كل اللي عملناه من اول ما تخرجنا ليومنا هذا، حطيناه واتدينا عليه علشان نعمل مشروع زي كده. احنا اقمنا المشروع ده من سنه 94، من سنة 94، يعني بقالنا 21 سنة. كنا شغالين عادي ما فيش مشكلة، فجأة لقينا جت الحملة وعايزين يزيلوا المكان، فاحنا طلعنا لهم الورق بتاعنا وطلعنا لهم التراخيص وكل حاجة، وكان جاي بإزالة السلم، درج سلم بس يعني، وزالوه وكانوا هيمشوا. فجأة رجعوا تاني قالوا لا المبنى كله هيتزال. نتكلم معاهم، طب احنا معانا التراخيص، الملف الضريبي موجود، كل حاجة موجودة. قالوا باللفظ كده احنا هنزيل وانتوا بقشتكم. لأن الملكية الخاصة محمية من الدستور، ولا يجوز التعدي عليها الا بالطرق القانونيه، واللي قام به المحافظ طريقه غير قانونيه، امر مباشر يتهم الناس فيه بالمخالفات ولم تصدر عنهم اي مخالفات. كل الاوراق اللي هم قدموها له لا بيها اي مخالفات، وكلها اوراق مسجله ملكيه خاصه بحته، الا ان المحافظ ضرب كل ده عرض الحائط وقام بالازاله على دماغ الناس اللي شغاله. نعمل ايه يا عم؟ كنا شغالين في المكان هنا تقريبا حوالي 120 واحد، وما كانش عندنا فكره عن ان في قرار ازاله هنا. وفوجئنا في يوم 18/4 ان لقينا البلدرات والحاجات دي كلها بتهد في المكان واحنا شغالين جوه. حاولت ان انا افهمهم الموضوع دوت، قالوا لا احنا هنزيل وبعد كده بقى اروح ادور على التعويض. ادور على تعويض ايه في اكتر من 7-8 مليون جنيه اتفرتكوا في تلت ساعه بدون اي وجه حق؟ المحافظ جه مره قال اعملها ممشى بتهدم بيوت وتخرب بيوت ناس وتشرد بيوت وتشرد شباب علشان خاطر ممشى. طب فين ممشى حضرتك؟ بص بالكاميرا كده، مكان مثلث منتهي على ما فيش. احنا عندنا حاجات اهم من كده بكتير، عندنا بنيه اساسيه خربانه في البلد، عندنا ميه مختلطه بالصرف الصحي، واقدر سعادته يمشي معايا وانا اوريه فين بالظبط. في 120 عاطل دلوقتي مش لاقيين شغل، وناس كلها فاتحه بيوت، واحنا شباب فلوسنا راحت، وهنستثمر فين في البلد؟ ولو معانا فلوس عمرنا ما هنستثمر في البلد تاني. بلد بتدينا تراخيص وعلى اساس دوت بنصرف ملايين، وبعد كده بييجوا يزيلوا الاماكن ولا في تراخيص ولا حاجه بيعتد بيها، مش دوله. طيب احنا معانا الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقيه. دكتور رضا مساء الخير مع الوزير. مساء الخير محمود بيه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. يعني سيادتك كنت معانا اثناء عرض التقرير؟ تابعت التقرير بالصوت لان انا في الطريق للقاهره دلوقتي. طيب توصل بالسلامه يا فندم. توصل بألف سلامة. ولو تأذن لي بالمشاركه، لو تأذن لي. نعم. اتوكل على الله وادخل في الموضوع. ايوه فندم. اللي حصل ده يا فندم على بحر مويس، على بحر النيل، بحر مويس. مويس ده بحر مويس، ده بحر مويس بحر النيل. تعلم حضرتك ان رئيس الجمهوريه مكلفنا كمحافظين بعشر تكليفات رئيسيه، اول تكليف فيهم رقم واحد حمايه نهر النيل وفروعه. تمام. اللي حصل ده يا فندم، اذا كنت انا عملت اشياء في محافظه الشرقيه، المجتمع الشرقاوي، وانا ارجو ان كاميرا حضرتك تنزل ترصد هذا الموضوع. طبعا. انا لست في مشكله مع احد يا محمود بيه، انا جاي انفذ القانون وانا استاذ قانون. المباني دي يا فندم اتبنت على طرح النهر. كويس. المباني دي اتبنت في لا صادر لها كلها قرارات ازاله من وزاره الري. كل المباني اللي حضرتك ذكرت كل هذه الاشياء صادر لها قرارات ازاله من وزاره الري خلال فتره معينه، امتهنت كرامه الدوله وقيمه الدوله، كان لابد ان احنا نعيد فرض هيبه الدوله يا محمود بيه. الحقيقه ان المنطقه دي على نهر، على فرع بحر مويس، كان لازم احنا ندخل، عديت قبلها باسبوع
قلت يا جماعه لو سمحتم احنا هنعمل ازاله. طبعا الناس تصوري يا استاذ محمود ان احنا ناس بنهزر وناس جايين نتكلم كلام وخلاص. الناس متصورين بعضهم كان بيتصور انه ممكن يرشي محافظ او ياكل مسؤول، ما يعرفوش ان اللي جاي ده انسان بيراعي ربنا قبل كل خطوه. اللي حصل ان هذه المنطقه للاسف مش كده بس، ويسال اهل الشارع وارجو ان حضرتك تنزل بالكاميرا، هذه المنطقه كانت بتمارس فيها اشياء غير اخلاقيه بالمره، اساءت ابلغ اساءه لمجتمع الشريعه والمجتمع الشرعي. كان لازم نتدخل ونحرك المياه الراكده وناخد اجراء تنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهوريه. احنا اللي عملناه صادر له كل قرارات ازاله. انا هسال حضرتك سؤال يا محمود بيه، نعم. هل يملك احد ان يمتلك شيء على طرح النهر؟ لا، كلام ما فيش فيه نقاش، انا بتكلم كرجل قانوني. لا بس هو سيادتك دكتور، اتفضل. انا بتساءل، بحاول افهم من حضرتك. لا تحت امرك، تحت امرك. انت عارف ان كانت في فوضى عارمه في السنين السابقه، وممكن تكون طلعت اوراق بان هم يعملوا الاماكن ديت منتزهات سياحيه، كافيهات، مش عارف ايه، حاجات زي كده في ظل الفوضى. معلش اسمح لي بس، في ظل الفوضى ممكن يكون له طلع لهم تصريح بالرشاوي واللازم منه. ده صحيح، ده وارد. ده صحيح، كل اللي حضرتك بتقوله ده وارد ان يكون ده حصل، لكن اللي انا امامي انا كمحافظ واللي تنفذ بالفعل، مش على فكره الناس بتلصق الامور بالمحافظ، انا نفذت بصفتي محافظ مسؤول الاقليم، لكن تنفيذا لقرارات ازاله صادره من وزاره الري. اذا ارادوا ان يسالوا احد عليهم ان يسالوا وزاره الري في هذا الشان. وزاره الري اصدرت قرارات الازاله، انا كمسؤول تنفيذي للمحافظه من واجبي. ده انا وزير الري كان بيلومني بيقول لي انت ليه ما بتزيلش الاعتداءات اللي على نهر النيل؟ فلما اجي ازيل وانفذ اراده الدوله انا ارتكبت خطا. انا لست في مشكله مع احد يا استاذ محمود، انا جيت الشرقيه. لا لا، احنا ولا اعرف شخص في محافظه الشرقيه يا سياده المحافظ. احنا لا، نعم. يعني لا، اعوذ بالله من لا نتهم احد من المسؤولين، كلكم، نعم. افاضل وعلى عيننا وعلى راسنا. الحمد لله. بنناقش القضيه دلوقتي. دول شباب، نفترض ان هم خدوا تصريحات في زمن الانفلات العظيم، مش الاربع سنين دول، ده حاجات قديمه. زمن الانفلات العظيم في 2000 وما قبله، وخدوا اوراق تثبت ان الارض دي يعني بيستطيعوا ان هم يستاجروها، فاستاجروها وحطوا كل ثروتهم في هذه الكازينوات. ما هو الفكره عندما يستاجر شيء يا محمود بيسال اهل القانون في كده، للاسف الناس. طب كويس، ما احنا بس عايزين نستفسر من ذلك. حتى عندما يستاجر شيء على نهر النيل يا فندم يستاجر حدود الغرض اللي لا يتعارض مع طبيعه نهر النيل، لكن تقام مباني بادوار دور واثنين وثلاثه ويتعمل فيها كافيتريات وتمارس فيها موبقات، وانا بقول التعبير. لا معلش، ما هو سيادتك الموبقات دي ما كانتش عايزه هدم، دي كانت عايزه بوليس الاداب. لا دي حاجه ثانيه. لا انا عايز اقول مش ده موضوعي برضه. دي مش عايز هدم، انا بكلم سيادتك في نقطه بقى اساسيه. سيادتك قلت مشكورا انه قبلها باسبوع بلغتهم ان احنا هنيجي نزيل. حصل يا فندم، ولم يهتموا، ولا ما حدش اهتم. ده انا رحت باللودر على فكره، يعني انا طلعت باللودر على خد بال حضرتك وقفت. الراجل قال لي طب اديني لو سمحت اسبوع يا فندم. قلت له خلاص انتوا قدامكم اسبوع على امتداد بحر مويس. طب بس سؤال تاني سياده المحافظ، يعني احنا ادينا انذار قبلها باسبوع. فروحنا لقيناهم مبلطجين وقاعدين مش هيمشوا. طيب وبعدين ما ننفذش القانون يا فندم؟ لا، ممكن مثلا كنا نعمل اجراء ان احنا نكسر السلالم ونسيبهم يلموا حاجتهم على مهلهم مثلا. يا محمود يعني بيه في عمارات وابراج بال20 دور بال30 دور بيزالوا يا محمود بيه. بال20 ايه؟ انا الفكره، انا يعني انا انفذ القانون ولا ما انفذش القانون؟ لا ما اقصدش، لا ما اقصدش انك ما تنفذش القانون يا دكتور. انا فاهم حضرتك. انا اقصد ان احنا مثلا انت قلت لي انذار يا محمود امشي من هنا، فما مشيتش. فتيجي تشدني من جاكيتها مقبوله، انما تقطع لي هدومي وتمشيني عريان في الشارع، دي ما هيبقى. بنقول بقى ان مثلا كان ممكن تنفيذ القانون. اتفضل يا فندم. كان ممكن سيادتك، ده تخيلي. عفوا يا فندم، اتفضل. ده تخيلي وممكن اكون غلطان مع الوزير. انه تخيلي بعد اسبوع جينا لقيناهم مبلطجين، كسر الرصيف، كسر السلالم، واخد بال حضرتك؟ لهم ايه؟ وقفنا العمل. المكان قول لهم المره الجايه هكسر الدنيا، انما هذا المنظر المباني والتكييفات والكراسي والحاجه دي فيها قسوه في تنفيذ القانون. بس لا، على فكره في نقطه مهمه جدا عايز اوصلها يا محمود بيه، فكره الردع. هل تعلم
ردة الفعل لما تم على بحر مويس على مستوى محافظة الشرقية ككل. أنا كل اللي أنا برجوه تنزل شبابك الجميل ينزلوا محافظة الشرقية يشوفوا ردة الفعل. حصل فيه سيت باك على طول، في نزول حاد زي سكتة قلبية في أعمال البناء. الناس أدركت إن الدولة رجعت، والدولة رجعت تفرض. طيب ده كويس، ده كويس. آه طبعا. نيجي بقى نسأل سؤال أخير عشان ما نرجعش سيادتك، وأنت جاي في السكة توصل بالسلامة. تومر. الناس دي معاها أوراق ولا معهاش؟ شوف يا فندم، لو معاه ورق يقدمه، ولو كان في مسؤول طلع هذا الورق يسأل عنه من النيابة العامة. اللي أنا بقوله إحنا رحنا نزيل بناء على قرارات وزارة الري، قرارات إزالة صريحة تسأل عنها، لا يسأل عنها رضا عبد السلام. لا اسمعني الوزير، أنت تعلم جيدا أن قرار الإزالة ليس من سلطة وزارة الري فقط، ولكن قرار الإزالة سيادتك تعرف ده أكتر مني. لا لا، أنا بتكلم وزارة الري لسبب، لأن هذا الأمر وهذا المكان تحديدا هو اختصاص وزارة الري ولا جهة أخرى. تمام 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 تمام. بس إذا كان في مسؤول أخطأ واداني حق في أن أنا أبني وأحط ثروتي أو ممتلكاتي كشاب في هذا المكان، وأعطاني أوراق رسمية تثبت أن أنا أستغل المكان ده 10 سنين 7 سنين، أنا أعرف نعم. كلنا ندرك ان نهر النيل والجميع يعلم انه لا ينبغي الاقتراب من البحر، او ازاي انا هبني على البحر. يا دكتور يا دكتور، انا عارف انا عارف كما تعلم انت جيدا اكتر مني بكتير. نعم. انه لا ينبغي التعدي على نهر النيل باي شكل من الاشكال. تمام وانه التعدي على طرح النيل ده ممنوع نهائيا. نعم. لكننا كنا في زمن فوضى، فالبعض اعطى تصاريح رسميه مختومه للناس، فالناس صدقت ان ده صحيح وبنت وطلعت على هذه الاوراق، ام انهم عليهم ان يلجاوا للقضاء الان بعد ما هدينا؟ لا، هم عليهم ان هم يلجاوا ويطالبوا المسؤول عن اصدار تلك التصريحات، لكن انا ما فعلناه استند الى اساس قانوني سليم. الناس بتقول لك لا ما فيش قانون، لا في قانون. والناس اللي بتتكلم عن فرص عمل، قلت لهم يا جماعه احنا عندنا مناطق بديله، انا عندي طريق الريه القديم بالكامل على امتداد 3 كيلو مساحات جميله ينفع يتعمل فيها ملاهي. طيب انا هسال سيادتك سؤال. المحافظ الذي كان قبل المحافظ الذي كان قبل حضرتك، افرض ان هو صرح لهم، هل تستطيع حضرتك انك تلغي قرار المحافظ اللي قبل؟ لا طبعا، كمحافظ او انا يبقى دول معاهم، يبقى دول سيادة المحافظ معاهم اوراق بعضهم قال ذلك. لا يا واحنا هنبحث في الموضوع مع حضرتك، هنروح نطالع. بص انا مش ضد اي حد خالص كما تعلم، انا ما عنديش مشكله مع احد يا محمد. طيب سياده المحافظ ده، انا دي اتفضل يقعد اهو لحضرتك حاجه، يقعد معايا اهلا وسهلا. لكن طيب سياده المحافظ، انا استسمحك فين انت بتتكلم في قضيه مهمه وقضيه لا. شباب وقضيه لا. قرار رئيس جمهوريه، كلنا حابين القرار وعايزين نطهر نهر النيل، لان نهر النيل ده حكايه كبيره قوي احنا مش عارفين قيمتها. يعني تحت امرهم اعمل لهم. فاسمح لي اسمح لي سياده المحافظ ان احد المتضررين معانا على الهاتف هيقول لحضرتك رايه، تسمح لي؟ نعم اتفضل يا فندم. اشكرك سياده المحافظ. اتفضل يا فندم. مين معايا؟ استاذ احمد. ايوه يا فندم، استاذ محمود. ازيك استاذ احمد؟ مع سيادتك سياده محافظ الشرقيه الدكتور رضا عبد السلام. يا استاذ محمود، انا بس عايز اوضح نقطه دلوقتي. سياده المحافظ بيقول ان هو اختارنا، وهو دلوقتي يعني الجهات التنفيذيه الموجوده في المحافظه. بدقيقتين يا فندم من وقت سيادته، خلي وزاره الري يقول لك فين الاختيار اللي وصل لنا ده يا فندم. رسمي يا معالي الوزير بعد اذن سيادتك، لا ابعت لاستاذ محمود سعد دلوقتي على الهواء صور الاختيارات اللي سيادتك بعتها لنا. يا سعد البيت، يا فندم انا شخصيا انا اللي نزلت على البحر يوم ما كنت هبدا ازاله، وسبت الموضوع 10 ايام، قلت لو سمحتم قدامكم 10 ايام لما بدات. يا فندم لدس المخالفين، انا راجل معايا ترخيص وتصريح. انت يا فندم انا فهمت الاستعداد. يا فندم انت صادر لك قرار ازاله من الري ولا مش صادر لك قرار ازاله من الري؟ لو سمحت جاوبني على السؤال ده. سيادتك احنا اقسم بالله ما عرفنا ان في قرار ازاله طالع لنا من الري غير بعد ما نزلتوا. لا يا فندم والله العظيم ثلاثة منعت. ثم اني يا معالي الوزير، مش في حاجة اسمها مدة قانونية 60 يوم؟ هم 60 يوم من يا فندم؟ 60 يوم من يا فندم؟ يا فندم مش انا ليا حق ان انا اقرا على القرار؟ فندم قرار ايه يا فندم؟ اكتشفنا قرار الإزالة يا فندم طبعا يوم 8/4. يا استاذ القرارات دي، الامور دي بينك وبين وزارة الري، صادر قرار إزالة احنا بننفذ قرار إزالة. ايوه يا فندم، لو ليك مش حاجة اسمها مهلة قانونية يا استاذ احمد، لو ليك مشكلة يبقى تتنازع فيها مع الري.
طيب بس اسمحوا لي اسمحوا لي سياده مع الوزير بس يعني كل واحد يتكلم منفردا عشان الكلام ما يركبش على بعض. سؤال يا استاذ احمد لو سمحت. اتفضل سياده المحافظ. انت شايف الراي العام الشراوي سعيد بالاجراء اللي تم ولا زعلان؟ طيب سياده المحافظ اسمح لي اتفضل يا استاذ احمد تجاوبني على السؤال ده تحديدا. حاضر يا سياده المحافظ هنسمع احمد. سياده المحافظ استاذ احمد. ايوه يا استاذ محمود بعد اذنك كرر بس السؤال ما سمعتوش انا اسف. سؤالي يا استاذ احمد انت هل الراي العام الشرقاوي يا احمد هل الراي العام الشرقاوي عايز يزيل هذه الاشياء؟ عايز يزيل لا طبعا وسيادتك تنزل تشوف وسيادتك تعمل لا يا استاذ احمد معلش انا بحترم رايك المجتمع الشرقاوي في غايه السعاده لما تم على بحر مويس يا فندم كويس. لا لحظه واحده لحظه انا بس اتدخل سياده المحافظ اسمح لي. هل حضرتك سيادة المحافظ أزلت هذه الأماكن لإسعاد الشعب الشرقاوي؟ عفوا يا أستاذ محمود هل حضرتك أزلت هذه الأماكن إرضاء لشعب الشرقاوي وده مطلوب من سيادتك ده مش عيب إرضاء للشعب ولا تنفيذا لقرار إزالة؟ تنفيذا لقرار إزالة. أنا بتكلم علشان بس أنا محتاج أفهم منه لأن بيقول. طيب نسأل سؤال تاني اسمح لي سيادة المحافظ أحمد. أيوة هل يا أحمد وصل قرار بالإزالة؟ يا فندم سيادتك في حاجة اسمها جواب مسجل بعلم الوصول اقسم بالله ما نعرف ان في قرارات ازالة. لو يا استاذ محمود لو اعرف ان في قرار ازالة طالع لي هسيب حاجة تتكسر قصاد عيني يا ناس هسيب تكييفاتي ومواتيري وحاجة تتكسر. طيب انت عندك ايه يا استاذ احمد استاذ احمد عندك ايه يثبت ان هذا المكان انت بتستفيد منه بتستأجره؟ انا هقول لسيادتك معايا ورق اثبات ملكية الارض اللي انا عليها مسجل في الشهر العقاري وهيئه املاك الدوله ماضيه بصحه البيع اللي تم 394 في مزاد علني. معايا ترخيص من الحي متجدد يوم 12/4 قبل تهد بست. طيب استاذ احمد هل استاذ احمد هل الارض التي اشتريتها دي ارض طرح نهر؟ يا فندم دي ارض متباعه سنه 94 بمزاد علني ومعايا حدودها. يا مولانا رد على السؤال ما تقولش سؤال تاني تقولش اجابه تاني. هل هي طرح نهر؟ يا استاذ محمود لا مش طرح نهر دي متباعه يا استاذ محمود ارض ملكي املاك شخصيه. يعني الارض ما زالت ملكك حتى الان؟ ملك يا فندم والله العظيم ملكي ومتسجل. طيب اسمع بقى سياده المحافظ هيرد عليك. لو تاذن لي بس بكلمه حتى لو هناك ملكيات قريبه من طرح النهر يا فندم عشان بس اوضح للاستاذ احمد القانون نظم استخدام الاراضي الملاصقه لغايه انا راجل بتاع قانون يا زل اقول فيها كلمه نظم استخدام الاراضي الملاصقه لطرح النهر ما قومش عليها ابراج ما قومش عليها مباني دور واثنين وثلاثه واربعه طبعا واستخدم. طبعا ولا كلامي ده غلط يا استاذ احمد؟ تمام بس انا ما كنتش لم اول برج ولا ثلاثه ولا اربعه انا كنت قايل. طيب احمد احمد اقامه اي مبنى اسمح لي اسمح لي معالي الوزير اقامه اي مبنى معالي الوزير الدكتور رضا الدكتور رضا اسمح لي لحظه احمد من فضلك معي. انت كنت باني ايه على الارض يا احمد؟ والله العظيم مطعم دور يعني الارضي ودور واحد ومعايا بيهم يعني بيهم يعني باني دورين يا استاذ احمد على يا فندم يا فندم انتوا اللي مديني ترخيص بكده الحي مديني ترخيص بكده يا فندم مديني موافقه لا يا استاذ بتاع الحي روح للنيابه العامه يعني يا معالي المحافظ بعيدا بقى يعني يا استاذ احمد على فكره انا عامه كده يا استاذ احمد وعملت استاذ احمد سؤال يا اخي اخي في الاسلام اهدأ فضل. قليلا اهدأ قليلا حتى يسمعنا اسمح لي يا دكتور اسمح لي معالي الوزير حتى يسمعنا السيد المشاهد وهو صاحب الفضل والاساس في المساله. احنا بنحكي الحكايه للناس فنحكيها بالراحه. احمد انت معاك تراخيص واوراق تثبت ملكيتك لهذه الارض معاك تراخيص تسمح لك ببناء دور فوق الدور الاساسي اللي موجود معايا كل حاجه اوراقك كلها تثبت ذلك وعملت محضر في النيابه. طيب والارض التي تمتلكها ليست طرح نهر ده انا لسه شاريها على فكره من 3 شهور من اصحابها من الملاك الاصليين كمان. كويس الارض دي متباعه من سنه 94 في مزاد علني. طيب عليك ان تصمت لحظات حتى نسمع راي السيد المحافظ. اتفضل يا فندم. لو تاذن لي يا استاذ احمد هل انا اعرفك او انت اعرفك شخصيا يا استاذ احمد ولا اعرف حد بعد اذنك في السؤال؟ لا 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 سياده المحافظ اسمح لي انا ما اعرفكش خالص يا استاذ احمد. سياده المحافظ سياده المحافظ اتفضل يا استاذ محمود معالي الوزير احنا مش مساله معرفه وعدم معرفه احنا نثق. انا بس عايز اوضح له هذا لا ما انا عايز اوضح لسيادتك قبل ما اسمع الاجابه استاذ محمود للاسف عايز اوضح لسيادتك قبل ما اسمع منك الاجابه.
اتفضل. نحن نثق ان ما فعلته كان في خدمه اهل الشرقيه، لك لا نقاش في ذلك، ولكن هل يقبل الشرقاوه الاعتداء على ممتلكات شخص؟ ما ظنش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه، الرجل ده يمتلك اوراق تثبت ملكيته، مش استفاده من المكان. تمام. يعني مش استئجار لمده. شوف يا محمود، انا هقول لحضرتك الخطوات اللي تمت بالظبط. وزاره الري اتت بما لديها من قرارات ازاله في ذلك اليوم، وتم التنفيذ على الاماكن بناء على ما صدر له قرار ازاله. يعني الامن واللوادر نازله من وزاره، احنا يمكن احنا الغطاء كمحافظه. لا سياده المحافظ، ليس هذا هو الامر. الامر هو مواطن مصري شريف اشترى ارض بشراء رسمي، وبنى البنى بترخيص رسمي. يا فندم ترخيص رسمي ازاي وانا معايا قرار؟ ما هو 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 هذا ما يقوله وانا احترمه. انت انت, انت انت تشكك فيما يقول. لا مش بشكك ولا حاجه. لسبب، لكن اللي انا بقوله اللي قدامنا اللي جات لنا وزاره الري جاي، ده احنا هنزيل حاجات. طيب هنسال سؤال تاني، اسمح لي سيادة الوزير. لا حاجه بعد اذنك يا محمود، لان في حاجه مهمه قوي. نعم. احنا هنزيل المبنى اقامته المحافظه قدام المحافظ، يعني المحافظ السابق اقام مبنى في نهر، في النهر هنزيله. هيبقى المسكين لما يجي وزير. طيب 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 معلش بس بالراحه شويه، بالراحه شويه يا استاذ احمد. يا استاذ احمد اسمح لي مع الوزير، اسمحوا لي بس شويه هدوء من فضلكم. استاذ احمد اتفضل. يا استاذ احمد انت معاك اوراق تثبت ملكيتك للارض؟ يا فندم معايا اوراق والله العظيم. طيب لا تاني، معاك اوراق ترخيص ببناء الدور الثاني؟ معاك هذه الاوراق. طيب يبقى ده مواطن معاه اوراق هو سياده المحافظ. يا فندم هو له اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه تجاه هذا الموضوع، لكن احنا طيب استاذ احمد حاجه ثانيه. استاذ احمد طيب حسما الحكايه، لان احنا طولنا قوي من فضلكم. استاذ احمد استاذ احمد. يا استاذ احمد معالي الوزير، معالي الوزير تيجي تقعد معايا. اهلا وسهلا. ايوه ما انا كنت عايز اقول كده. معالي الوزير تعال اقعد معايا. دكتور رضا من فضلك. كلمه دكتور رضا اكون عم تتكلم قبل كده. اتكلمنا دكتور رضا. لا المكالمه واصله للجميع. تعال دكتور رضا اتفضل. تمام خلاص. دلوقتي احمد بيقول انه معه اوراق تثبت الملكيه والتعليه. تمام. وسيادتك هتستقبله وكيل وزاره الري. سيادتك هتستقبله. خلاص تمام. سيادتك هتستقبله في مكتبك يعني؟ يشرفني طبعا. يجي لك امتى؟ على الساعه 12 واحده كده بالكثير قوي ان شاء الله. انت راجع تاني بكره الصبح؟ الدور الساعه 12 الدور ان شاء الله. طيب هنشوف بقى بعد كده، بعدين نبقى نكلم حضرتك بكره نطمن على الموضوع. بص يا دكتور، احنا بنثق في الجهد اللي بتقوم بيه في محافظه. لا انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. وانا بشكرك وبنشكر احمد برضو، وانا عارف ان انت هتشوف مصلحه المواطن كما يعني تسعى لمصلحه محافظه الشرقيه العزيزه. شكرا دكتور رضا عبد السلام. فاصل. ها دكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقيه، معلش يعني شو الدنيا كده يمشي الحال.